طيب، لافت للنظر أيضا أمر آخر أشارت إليه الصحافة الموالية للدولة الروسية، تمثل في سيطرة سلاح الجو الروسي على سماء أوكرانيا وإسقاطهم لعديد من الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية. نتحدث مؤخرا عن طائرة ميج 29 تم الإعلان عن إسقاطها. برأيك هل سخوي 57 الروسية هي من تتسبب في هذا الأمر نظرا لقدراتها القتالية الفائقة؟ ربما هنالك العديد من الطائرات الروسية المتخصصة في عملية يعني المواجهة الجوية أو عملية منع الطائرات الروسية عفوا الأوكرانية من الدخول إلى هذا المجال. وبنفس التوقيت عندما تحدث عن التكنولوجيا الروسية الحديثة من الجيل الخامس بوجه التحديد في خوي 57، هذه لديها قدرات قتالية ومناورة، وأيضا تقوم العديد من الدوريات الجوية في عدة دول ساهمت بشكل أو بآخر، وآخر تلك الدوريات كان بمياه الإقليمية للصين في المحيط الهادئ، قامت بعدة دوريات مشتركة ما بينها وبين الصين، وأيضا هنالك بعض الدول الأخرى شاركت فيها. هي رسائل ردع بالنسبة للجانب الأوكراني وبنفس الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فمشاركة الطائرات الاتحاد السوفيتي وبوجه التحديد ميج 29 25 هذه الطائرات القديمة التي لم يعد هنالك استخدام لها في بعض الكثير من الدول، أعتقد بأنها يعني بنفس التوقيت كان لدى الاتحاد الأوروبي وأيضا الجيش الأوكراني أن يستعين بقدرات قتالية من قبل الولايات المتحدة أو حتى من قبل الاتحاد الأوروبي، يعني أن يكون لديه إمداد بطائرات مقاتلة أخرى. لكن عملية يعني فرض تلك الطائرات أو خيارات المتاحة بالنسبة لاستخدام سلاح الجو الأوكراني من خلال المعسكر الشرقي أيضا له تداعيات كبيرة وخطيرة، أن هذه المنظومة أيضا بنيت على استراتيجية أو رؤية الاتحاد الروسي السابق، وأن لدى روسيا القدرة على الدخول أو الولوج إلى البرامج الخاصة بها وعملية المراقبة وكذلك أيضا إسقاط تلك الطائرات. لربما لو كان هنالك خيار آخر ما غير الطائرات الروسية لا يكون هنالك تداعيات كبيرة، وحصل هنالك أيضا تماس في بعض النقاط أو بعض المناورات التي تجري في الداخل السوري، هنالك تدريبات.